زوز. ايه؟ اعمل حسابك انا حاجه بات عندكم النهارده. ايه يا ميدو، انت كده هتحطني في مأزق. وانا جاي اخد قرض بصراحه كده يا ميدو. امي ما بتحبكش. ايه؟ وايه المفاجاه في كده؟ هو في حد بيحبك في مصر غيري؟ بس ماشي ماشي يا عزوز، خلاص ما تزعلش يا ميدو. احنا ما عندناش الا سرير واحد وبنام عليه انا وامي. يعني انت عايز تيجي تنام في الوسط؟ نام انت في الوسط وانام انا على الطرف. يا ميدو انت جاي تلخبط لنا السرير. خلاص يا عزوز، خلاص خلاص، الحمد لله ورمزي جه اهو. ازيك يا رمزي؟ ربنا يخليك، بس شكلها كبير شويه. ليه انت بتلبس مقاس كام؟ 39 اسود و42 لو بني. يا عم هتمشي هتمشي. حب اعرفكم، شاري خطيبتي واحتمال نسيب بعض بكره. وبكره ليه؟ ما دلوقتي احسن. ليه يا رمزي كده؟ ليه كده؟ يا عم سيبها تروح لصاحب نصيبها. مش هنروح المعهد؟ اه هنروح دلوقتي، بس عايزين نوصل عزوز في طريقنا واحنا ماشيين. ها؟ عايزنا نروح بلبس الباليه ده يا ميدو؟ يا عزوز انا علمك بقى، انا مش داخل الشارع لوحدي طول ما ابوك لسه ساكن فيه. يا عزوز ده انا لسه عايزك تجيب لي الموتوسيكل على المعهد عشان عندي شغل بعد الظهر. يعني انا اروح اتورط مع ابوك وانت تروح تروش وتسيبوا بنات انت واصحابك؟ يا عم مين اللي قال لك كده؟ ده احنا عندنا امتحان والله. خلي الامتحان ده بعدين. هو مين الكابتن اللي واخد رصاصه في صدره ده؟ اخوك الشهيد عزوز. صاحبي، واحتمال نسيب بعض بكره. وليه بكره؟ ما دلوقتي احسن. اوعى ميدو. خد كابتن. يا كابتن سيبك منه، خليه يروح لصاحب نصيبه. بقول لك ايه؟ معلش انا حاجه بات عندك النهارده. ها؟ بيت اخو مطرحك اخويا. اطلع بقى بصينيه الشاي اللي احنا راكبينها دي. وبلاش الدخلات الناعمة دي، أنا لسه طالع من الحبس. طب اتفضل تعالى فك معايا وش سلندر. وش سلندر إيه؟ عندنا امتحان جوه. والعربية. عربية إيه وبتاع إيه؟ ماشي يا ميدو، لو قلت كده كاسفني. إيه الكاسفة في وش السلندر يعني؟ ده وش سلندر، بقول لك عندنا امتحان. طب غور بقى. النهاردة الامتحان الشفوي. كل فن فيكوا قدامه التلفزيون. التلفزيون ده فيه عطل. لازم تتعرف على العطل بنفسك وتصلحه وتنظفه. عايز مهارة في الفتح، سرعة في التصليح، جودة في التقفيل، فتنس في التنفيض. أي فني هيعمل أي مخالفة هكلبش له تلفزيونه. قدامكم 35 دقيقة وهلم التلفزيونات عشان تتصحح. فاهمين؟ فاهمين. دور. ليلى ايه؟ معاكي مفك صليبه. بتقول ايه؟ ها 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 ها. ايه يا ليلى؟ بيقول لي معاكي مفك صليبه. بصي في التلفزيون بتاعك بدل ما طلعت بره. بصي وانت يا استاذ هتلبس لك التلفزيون في البلطو بتاعك. في فني من غير عده، في جندي من غير سلاح. هسه واحده اسف. ايه وبتاع ايه؟ لازم العده. كله يبص في الجهاز بتاعه. كله معايا طقم مفكات تايواني عليه مشترك هدية 50 جنيه. ماشي شاريهم من عند مشمش اللي فارش بره. ده انا اللي باعهم له. بكام؟ 25 جنيه. تشيل ب15. اخر يعني كف كده في اللجنة دي وممكن زبالك واخلع. اقعد اربيك. كف اقعد. رموزة كلمت لي بابي؟ كلمته. طبعا اعتبر نفسك اشتغلت وبتقبض كمان. انا يشرفني ان اشتغل عند اكبر مستورد اجهزه كهربيه في البلد، وعلى فكره هيستفيد بخبرتي كتير جدا. طبعا طبعا
انا اللي عايز استفيد منك يا باشا. كلمه بعد اذنك. دلوقتي انا مش فاهم حاجه في الليله السودا دي. جايبين لي تلفزيون ابيض واسود، الونه ازاي؟ الونه ازاي يا باشا؟ خلاص. خد المقاومه دي حطها في تلفزيونك، هيشتغل على طول، مش هيقدر يقاومك. بالبساطه دي سلمنا على بعض. ماشي يا عم، ما اللي ليه ظهر ما يضربش على شاشته. بس يا ولد خليك في حالك. ليلى يا لولا، ليه المعاملة دي؟ ده انا بحبك. بتقول ايه؟ لا مفيش وقت للاستغراب. تقولها كمان. بحبك. انا مش مصدقه نفسي. انت مصدقه نفسك على مهلك في البيت. المهم اديني فك صليبه لحسن، فيه مسمار طول كده الوظ مش عارفه افكه حصل. قول كده مفيش مفكات. هتندمي. هتعمل ايه يعني؟ هعمل ايه يعني؟ صحيح هعمل ايه؟ متقلقش، ده ماس صغير كده واحنا في الامتحان. مين الافندي ده؟ ده زميلي يا بابا كان بيوصلني. ليه؟ العربيه جايه لها حاجه؟ عطلانه قدام المعهد. ما انا قلت لك 100 مره ما تركبيش العربيه دي، تتلوشي بنتها. يلا اتفضلي اتفضلي من قدامي. اي خدمه تاني يا عمي؟ انا عايز منك خدمه. عينيا الاثنين يا عمي. مش عايز اشوف وشك تاني، مفهوم؟ الله الله. مش عايزك توصلها تاني، مفهوم؟ احنا ناس محترمين. ما انا قلت لها انزلي على اول الشارع، هي اللي ما رضيتش. ما تبقاش تسمع كلامي. يلا يا اخويا، يلا يلا مع السلامه. عليا. تكرم يا عمي، تكرم عشان خاطر بنتك. ماشي. شكرا شكرا يا ابن الاصول، مع السلامه. طب عشان الموتوسيكل بس شويه كده. اتفضل اتفضل. ازاي؟ خد دي الاوردرات بتاعت النهارده، خلصت شغلي كله. عايز مني حاجه؟ سلام عليكم. استنى، باشمهندس سام اتصل وزمانه جاي وقال انه عاوزك. عطلني يا عم ابراهيم. يا عم ابراهيم ابوس ايدك، انا فاضي ما عنديش حاجه، ما تعطلنيش اكتر من كده. انا عارف المهندس سام عايز مني ايه. عايز نروح صيانه المركز الثقافي والسفارتين، لما يجي قول له ميدو راح. سلام بقى. حامد ما تودينيش في ده يا حبيبي. حامد؟ ميدو ميدو حامد ده ما حدش يعرفه غيرك انت هنا في الشغل وابويا في البيت. وبعدين يا عم ابراهيم قلت لك 100 مره ما تقوليش حامد كده قدام الناس. ناس مين؟ هو ده يا ولاد. اوكي. الو؟ ايوه وائل.
لا يا حبيبي مش هقدر اشوفك النهارده، مشغوله. ايه يا حبيبي؟ بقول لك مشغوله، يلا باي. حسبي الله ونعم الوكيل. كيف تعملوا جمالات؟ مش عايزه نفس. قومي افتحي الباب. حاضر. يلا بسرعه. لا رحمة رحيمة وسلم بشتغل جنس بالله رحمة رحيمة. أستاذ ميدو. أستاذ ميدو؟ تبتدي علي أنا أستاذ ميدو؟ أنا ميدو وزفت. مين يا جمالات؟ ده الأستاذ ميدو صاحب أستاذ رمزي. خليه يتفضل. اتفضل. اتفضل فين حضرتك؟ اتفضل جوه. لا معلش معلش عشان خاطري يا رب ربنا يغفر لك كل ذنوبك، سيبيني أجري. ما تتفضل يا أستاذ ميدو. طب اتفضلي حضرتك الأول، اتفضلي. اتفضل ما تخافش. حاضر. رمزي يا رمزي يا رمزي رمزي. هدى هدى انت كويسه؟ ايه ده؟ يا ساتر يا رب، بلغتي بوليس ولا لسه؟ ايه في بوليس ايه وبتاع ايه ده؟ بس انا برسم. ترسمي يا شيخ؟ حرام عليكي، ده انت وقعتوا قلبي. جمالات احترمي نفسك وانت بتموت. حاضر يا ست هدى. هيبقى عمل عظيم ان شاء الله. ايوه. دي لوحه صح؟ لا ده غلاف كتاب. غلاف كتاب؟ كل ده غلاف؟ ده على كده كتاب كبير قوي. الموت الاخير موجود في السوق، قريته؟ لا الحقيقه انا قريت كتاب الموت اللي قبل الاخير على طول. وهو كتاب مرمي كده في السوق عريان من غير غلاف ولا ايه؟ اصل الغلاف مش عاجبني، قلت الم كل الكتب اللي في السوق واغير غلافها. هدى ما تسيبك بقى من بيت الرعب اللي انت عايشه فيه ده. انا عايز اقولك ان انا جايب لك هديه صغيره كده. مش معقول، بس انا عيد ميلادي بعد بكره. ما انا عارف ان عيد ميلادك بعد بكره، ما هو رمزي عزمني على عيد ميلادك. دي هديه ملهاش دعوه بهديه عيد ميلادك. ده اخر فيلم نزل للمطرب فان دام. زي ما ولا حركه. البت دي هتموت محروقه رسمي. ولا حركه يا رمزي. رمزي ما تسيبوش ده، ما تسيبوش، ما تسيبوش. فين الباك؟ فين الباك؟ خبر السور عميقه. حاله الدم اللي احنا فيها دي بس نورم. ايه ده تعبيط ولا ايه؟ بتعمل ايه؟ في راجل مرعب قاعد مع هدى تحت وانت قاعد تتفرج على الماتش. طب وايه المشكله يا عم؟ ما يقعدوا مع بعض. افتح التلفزيون ابوس ايدك. يا بني ادم ازاي تسيب الراجل ده مع اختك لوحدهم؟ يا عم مش لوحديهم، جمالات قاعده في وسطيهم. جمالات مقتوله مش داريانه بالدنيا، وبعدين الشيطان شاطر. احنا عيلة قلت الادب يا عم. هات ريموت كنترول، هات ريموت كنترول يا اخي، ده انت قتم. خبعه يا اخي. انت حاسس انك بتلعب في الماتش. شادي مش هتطلع يا شادي، مش هتطلع، مش هتطلع. اوبا يا دي. لا بقول لك ايه، ما انا مش هعرف انام في الرعب ده، وبعدين انا ما بحبش الكوره. ثالث اعمل لك ايه؟ ما تسد ودانك يا اخي. اسد وداني كده رمزي؟ واضح انك هتذلني يعني عشان حبات عندك. ايه يا عم انت هتعيط ولا ايه؟ انا هسيب لك الاوضه واروح اتفرج في اوضه ثانيه. وبعدين كرة ميتة خلاص، ميتة. سيب وده في حتة ميتة يا حضري، ده في حتة ميتة. طب سنتر بقى يا سنتر. بعدين بقى في حرقة الدم دي. اهو 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 حضري يا كي اموال حلو. جول. فين الباك بقى؟ ليلى اسمعيني كويس، احنا لازم نسيب بعض. تشربي ايه الاول؟ تشربي ايه الاول؟ هو في شرب بعد اللي انت بتقوله؟ انت لازم تعرفي حاجة مهمة، الموضوع ببساطة ان انا يا ستي زي ما تقولي كده بتحب هدى، مش كده؟ لا الموضوع مش بالشكل ده، يعني انا منبهر بيها بس. بقولك ايه، انا عصابي تعبانة، اتفضل اطلب لي نص فرخ. حاضر. متر تعالى وسمع. امر يا فندم. هتلاقي نص فرخة، وهات لي انا ربع بومبار وقرنين فلفل. وقرنين فلفل حرقين جامد. طعم طعم صح. ها قولي لي، هتطلعي معانا الرحلة بقى ولا لا؟ مش طالعة. ده أنا اللي مطلع الرحلة. عايز أطلع معاك الرحلة، وأنت بتحب الست هدى. يا حبيبتي افهميني، أنا معجب بيها بس، لسه مرحلة الحب دي بعد إيه؟ أنت عايز تجنني، أنت عايز مني إيه بالظبط؟ أنا عايز اشتراك الرحلة. أنا همشي على المسار أكيد. يا ليلى، طب الممبار؟ يا ليلى، خد هقول لك. أوه.
ليلى خد هقول لك حاجه يا ليلى. ده مش اول جهاز ميدو يفجره لنا. طبيعي طبيعي. بكام التلفزيون ده؟ ده ب 750 جنيه. ليه؟ كام بوصه؟ كان 14 بوصه. 750 على كان 14 بوصه؟ تبقى البوصه واقفه. لا اسعاركوا غاليه قوي. دي اسعار حكوميه وعليها ضريبه مبيعات. ليه يا ميدو؟ ليه البهدله دي يا ميدو؟ هتدفع ولا احبسهولك وتروح تزور انت ولادك في ابو زعبل؟ طب بقول لك ايه؟ انا عندي ثلاجه 14 قدم استعمال حريمي، ما تاخد لك 10 قدم وسيب لي 4 نشرب منهم انا والعيال. وانا بجهز عروسه يا جدعان. لا انت عصبي ليه يا استاذ؟ الكلام اخذ وعطى، اتفضل. ايه ده؟ ده 50 جنيه. اتفضل. ايه ده؟ طلب بتقسيط بقيه المبلغ. امال؟ أنا ميدو. إديني أمارة. أمارة إزاي يعني؟ وريني بطاقتك. بطاقتي إيه؟ أنت شايفاني علشان تشوفي بطاقتي. ما هو حضرتك اللي هتقراها لي. أبوكي جوه؟ لا بابا مش هنا. والله هتلاقيه هنا وأنت مش شايفاه. بس في واحد عريس قاعد جوه. وإزاي تدخليه ومفيش حد في البيت؟ طب ما هو أبوكي أخويا اللي إداله الميعاد وبعدين هو مش موجود. ليه راح فين أبوكي؟ تقريبا كده طلبوه في المعهد عندك. طلبوه في المعهد؟ يا نهار أسود ومنيل. طب كان في النضارة بتاعتي هنا. دور عليها. النضارة الاستنى التانية. ايه ايه خلاص 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 لقيتها لقيتها. طيب روح انت اعمل لنا شاي وانا هخش له. من عيني. ايوه كده. لا 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 مستحيل الصوت ده مستحيل مستحيل. معلش اصل المفصلات بتاعت الباب تلاقيها متنشنه شويه انا عارف. لا 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 ارجوك ارجوك ارجوك. معلش معلش انا اسف. اصل البيبان انت عارف البيبان القديمه بتاعت زمان كانت يعني عتائي شويه والباب ضرفتين زي ما انت شايف والضرفتين بيبصوا على الصاله. ايه الوقعه السودا دي؟ اهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الشاي يا ناس. ليه 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 بتعلي صوتك ليه ليه كده ليه؟ ايوه ما هو حضرتك اصله ناهد مش جنبي لازم يعني اعلي صوتي عشان تسمعني. ما تتصورش انا اعصابي تعبانه قد ايه. طيب يعني تحب حضرتك اهدي لك النور شويه او اطلب لك دكتور او حاجه؟ انا بخاف من الضلمه. انا اعصابي تعبت عشان عملت تمن عمليات زرع عصب في نافوخه. الله يكون في عون حضرتك. يعني انا اسف معلش. طيب طلبات حضرتك ايه؟ لا 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 اهدى 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 مفيش حاجه ده الشاي اهدى بس اهدى عندي عصب. ميرسي يا ناهد. ها كنا ايه يا ناهد؟ لا انت هتقعدي ولا ايه يا عيل؟ روحي اوضتك. اسمه كلام. لا لا معلش 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 معلش. ها يا ستي. حضرتك اخو ناهد؟ ايوه انا اخوها. طلبات حضرتك ايه بقى؟ انا ماليش طلبات. انا فنان مبدع. ممثل يعني؟ لا نقاش وعندي عدتي وفرشتي ورولتي. نقاش؟ طب يا ريت بقى نتكلم شويه على الامكانيات يعني الشقه والعفش والمهر والحاجات دي. لا حضرتك ما عنديش الامكانيات دي. ما عنديش فلوس ما عنديش الحاجات دي. امال حضرتك بقى جاي تتجوز برولتك ولا ايه؟ والله يا حضرتك موافق خير وبركه كسبت فنان مبدع. رافض ما تفرقش معايا مش اول مره ترفض. يا سلام بجد. رد 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 حاضر رد بسرعة رد رد. الو ايه يا عزوز؟ قربت بره. انا في البيت. لا معلش اصل عندنا عريس اعصابه تعبانه شويه. وطي صوتك ابوس خلاص خلاص. اوكي اوكي اوكي.
انت ليك عين تيجي هنا بعد ما بوظت العربية وفجرت التلفزيون؟ اسف يا بابا ما كانش قصدي. اسف يا قليل الادب يا كلب يا حيوان. وطي صوتك وطي صوتك. انت مالك انت؟ مين ده؟ اكيد صاحبك وفزان زيك. لا يا بابا ده واحد ملمس خالص. ملمس يعني ايه؟ ده فظيع فظيع. احترم نفسك بدل ما ميت ايد عليك. ده اعصابه تعبانة قوي. اعصابه تعبانة على روحه يا بابا. مش عليا انا. ده عريس ناهد اللي انت مديله ميعاد النهارده. انت مش موافق. انت بره بره برا. انت موطي صوتك موطي فظيع. استغفر ليه كده ليه كده ليه؟ انت بتقعد حاطط رجلي على رجلي قدامي. يا بابا انا فاكر خرجت. خرجت بتطردني من بيتي يا ولد. يا بابا انا ما قلتش كده. اسف اسف. انت بتوقعني في صدري. ما هو اهو اسف دماغك ايه يا بابا. مش تضربني بالدماغ ده. انا هقطع. لا لا بقى وطي صوتك بقى ارجوك وطي صوتك. انا هوريك. خد خد اقطع مين دلوقتي؟ يما كفايه اكل خضره بقى. مش الدكتور قال لك خف منها؟ يا اخويا ده مش عيالك سودا يا اختي. قبيله غلط يا اختي. يا بطه يا اختي. بقول لك ايه يا عزوز؟ ايه؟ شفت لك منام اسمه زي وشك بتاع تتجوز يا واد. انا هتجوز ياما؟ اه. وهتبقى مين العروسه بقى؟ ايه رايك في نادي اخت ميدو؟ بس انا خاف اتقدم لها ويرفضوني واخسر ميدو صاحبي. ليه؟ ما انت معاك دبلومه قد الدنيا. ايوه بس ابوها طالع فيها حبتين. شوف لي انا الموضوع ده. المهم انت موافق عليها؟ طبعا موافق ياما. نهت بنت ناس وطيبه ومتربيه وموضوع النظارات والنظر ده مقدور عليه. بس انا سامع ان جالها عريس ورفضوه. بس ياما الجواز محتاج فلوس كتير ومصاريف وانا مش ناقص حرق الدم. مالكش دعوه ربنا يسهل. يعني هتساعديني ياما؟ منين يا حسره ياما؟ ما المكافاه بتاعت ابويا الله يرحمه موجوده كلها وما صرفتيش منها حاجه. عشان الاخضر زرخصتي ده انا معايا منهم مليم احمر. طب ما تدعيش على نفسك لربنا يستجيب منك وتخضر مني بجد وما اعرفش اتصرف فيكي. ما تفك كيسك وطلع تحت البلاطه. ايوه يا اما بس محتاج له مساعدتك برضه. خلاص لما يوافقوا الاول. يا رب يا اما يرزقك بفدانين خاص تجري فيهم وتاكلي لحد ما تشبعي. يا قادر يا كريم يا رب. اتكلم يا واد. اتكلم انت يا ماما. ما تتكلم يا بابا. اتكلم اقول ايه؟ انا فاهم حاجه؟ في امانه عندكو وجايين ناخدها. امانه ايه؟ انت عملت ايه يا واد تاني؟ والله بابا ما عملت حاجه. امانه ايه يا اما بس انت جاي تفك وديعه؟ عم صابر يعني الامانه دي تبقى ناهد وانا جاي اخطبها ان شاء الله يعني. وانت عرفت ناهد امتى؟ انت يا عم صابر ده انا ساكن قدامكم بقالي 25 سنة مش عارفها ازاي. ما خدتش بالي منك خالص. مالكش طلة. والاستاذ شغال فين؟ في الكشافة؟ لا يا عمي ده انا ضابط امن. اه وانت ايه رايك يا ميدو في امكانياته ووضعه المادي شكله طريق كلامه؟ والله يا بابا اللي انا عارفه ان هو راقد له على قرشين كده. والقرشين دول يستروا اختك في الجواز؟ هو حتى لو ما حصلش احنا ممكن نقلبه في القرشين دول. تقلب ايه يا قليل؟ بهزر يا بابا بهزر والله بهزر. يلا ارجع. حاضر حاضر. عموما يا بابا احنا مش هنلاقي احسن من عزوز. مبدئيا انا ما عنديش مانع بس ناخد راي نهدي الاول. ادوني فرصه افكر.